على الابواب ديال الغرف المهنيه، على انتخابات الغرف المهنيه. اليوم كانوا حاضرين معنا اكثر من 7 ديال الاحزاب، 7 الممثلين ديال الاحزاب اللي كانوا حاضرين. كانوا كل واحد فيهم حط الهموم وشبه برنامج او شبه مشروع برنامج الانتخابي ديال الاحزاب ديالهم، اللي الحمد لله كانت هذه بعدا اولا في البدايه راه ثقه من هاد الاخوان ديالنا ديال التنظيمات المهنيه والتنظيمات الحزبيه في النقابه الوطنيه، فجاو حضروا كاملين وكان اللقاء رائع جدا اللي حطوا فيه مشروع برامج ديالهم. والقرار كيبقى للتجار والمهنيين هما اللي غادي يشوفوا واش مع اي حزب ولا مع اي شخص. لكن واحد النقطه ضروري نذكروها هي المهمه في هذه الندوه، هي الكل كيجمع بان الغرف او ملحقات غرفه التجاره والصناعه والخدمات بمدينه القنيطره هي شبه خراب من الاعضاء ديالها. اليوم كانوا حاضرين معنا 2 من اصل 24 عضو، ولكن الا شفنا المده ديال الانتخاب ديالهم الانتداب ديالهم في هذه الغرفه كان لا شيء، ما كانوش متواجدين، ما كانوش حاضرين، كانوا كيتهربوا دائما اللقاءات. احنا كنا كنطمحوا يكون واحد تكون مناظره بين المرشحين الان وكذلك الاعضاء اللي كانوا، ولكن للاسف الشديد كما كتعرفوا الغرف والاعضاء ديال الغرف دائما في التهرب، ما كيقضيو حتى حاجه، ما كاينش شي مصلحه. لهذا احنا حاولنا باش نبينوا الوجه الاخر ديال الشباب اللي غادي يطلع للغرف التجاريه التجاره والصناعه والخدمات. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدين الحراق، رئيس الجمعيه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم المغرب. اليوم جينا في هذا اللقاء هذا اللي هو لقاء نظمته النقابه الوطنيه للتجار فرع قنيطره. هذا اللقاء هذا حاولنا ما امكن اننا نسلطوا على الاكراهات اللي تتعيشها هذه المؤسسه الدستوريه اللي هي مؤسسه الغرفه، وكذلك حاولنا ان نناقشوا هذا النقص الحاصل عند الغرفه باعتبارها انها فقدت البريق ديالها كمؤسسه دستوريه، وكذلك كان فيها حث الاخوان المهنيين اللي غادي يكونوا مستقبلا اللي غيمثلوا التجار المهنيين على مستوى قنيطره انهم يقدموا مقترحات ويقدموا كذلك تصورات وكذلك يدافعوا من داخل الغرفه على الاقل باش تسترجع الغرفه البريق ديالها، وكذلك يقدموا مقترحات باش تكون الغرفه باش تلعب الادوار الحقيقيه ديالها. شكرا. حضرنا اليوم باش ندرسوا الافق ديال الغرفه في الانتخابات واستحقاقات الكريمه والمشاكل اللي عشناها وعاشها القطاعات الحرفيه والمهنيه والصناعيه ومدى صلاحيات المعطيه للغرفه اللي لقيناها بانها محدوده ومحدوده جدا خاصه في هذه الفتره هذه، وان حتى التواصل من ناحيه الاقتراحات ما كانت شي حاجه كبيره اللي كانت تاخذ الاعتبار مشاكل المحن اللي مر منها سواء المهني ولا الحرفي وحتى مجال التجاره. تنظن بان خصنا نغيروا النمط ديال الاشتغال في هذه المؤسسه هذه ونحاولوا نوضعوا صلاحيات اكبر في هذه المؤسسه باش ننميو الاقتصاد سواء المحلي وحتى الاقتصاد الوطني. حاليا لاحظنا بعض الاخوان كل واحد بالمنظور ديالو بالمفهوم ديالو، غير انه لاحظنا بانه مازال نقص في الافكار في الاقتراحات اللي تمكن هذه المؤسسه هذه من لعب الدور ديالها الفعال اللي تيذكر به ديما صاحب الجلاله
وهو الهموم بالاقتصاد الوطني وفتح الأفراج وتوفير فرص الشغل للفئة المهمشة داخل المجتمع.